السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن واسعد حال. فاكرين باب البهجة ده كان موجود لغاية الصيف اللي فات في ممر بهجة عند اشارة سيدي جابر، دلوقتي مكانه ممر ويف الجديد. كنا قعدنا فيه وشفنا غروب الشمس لحظة بلحظة، كانت مناظر رائعة. تقدروا تتفرجوا على الفيديو بتاعه، هيطلع في دايرة الارض. وكنت قلت لكم على باب البهجة ده، وقلت هبقى اقول لكم راح فين بعدين. النهارده هنروح نشوفه. احنا في سبا باشا، مكان نوادي النقابات على البحر. شفنا نوادي النقابات كلها قبل كده. احنا جنبنا هنا نادي المهندسين، وده بهجة او سانتوس سبا باشا، من الاماكن الحلوة. في قاعدة، اول ما بندخل القاعدة دي بيعتبر الروف بتاع القاعدة اللي تحت، هنشوفها بعد شوية. هنا في اعداد بين باجز، زي ما احنا شايفين الالوان عاملة حالة حقيقية من البهجة، ودي اكتر حاجة بتميز المكان. وبما ان قناتنا اسمها على سبيل الجمال اماكن البهجة في مصر، فكان لازم نيجي هنا نشوف بهجة كافيه. تعالوا بقى ننزل تحت الشاطئ ده بتاع نادي المهندسين، والكافيه اللي على اللسان ده اسمه سي ووك، كافيه وممشى هنبقى نشوفه ان شاء الله. شايفين المكان اللي شفناه كان الروف بتاع السرع اللي تحت ده. زي ما احنا شايفين البهجة الموجودة في الالوان، المكان مبهج فعلا. هنشوف المكان هنا وبعدين نروح بقى لباب البهجة الموجود على البحر على طول. الكنب ده ستايل الاعداد الموجود في كل فروع سانتوس. ودي بقى الكيدز اريا، الساعة ب30 جنيه والساعتين ب50 جنيه. زي ما احنا شايفين الاعداد كلها بدون استثناء شايفة البحر. تعالوا ننزل تحت في أماكن للتصوير غير باب البهجة ده. مكان ده مكان في مكان تاني تعالوا نشوفه.
ايه رأيكم بقى في المكان الجميل ده؟ الخلفية البحر تحفة، بيطلع رائع في الصور. اعداد البين باكس دي زي ما احنا شايفين موجودة على البحر على طول، حاجة ولا اروع. تعالوا بقى نشوف باب البهجة اللي حيرنا معاه. زي ما انتوا شايفين المكان، تاخدوا صور بقى زي ما انتوا عايزين. لو ما عملتش لايك لغاية دلوقتي هتعملوا امتى؟ لايك لو سمحت، واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفنا، علشان تشوف اماكن بهجة وجمال اكتر واكتر في مصر، وتنضم لعائلة محب الجمال والباحثين عن البهجة والروقان. شفتوا الحركة دي؟ اللي هناك ده كوبري ستانلي، هناك اهو شايفينه. زي ما قلنا قبل كده منطقة سبا باشا موجودة بين جليم وستانلي. شايفين الجمال؟ بيقول لك كفاية نق علشان ماشية بالزق. اه والله عنده حق. تعالوا بقى نشوف الأعداد العربي أو البدوي الرائعة دي، اللعب بالألوان في منتهى الجمال. والحقيقة المكان ليه نصيب كبير من اسمه، الألوان عاملة بهجة غير طبيعية في المكان. يا رب المكان يكون نال رضاكم. هننتظر رأيكم في التعليقات. كل الحب والتقدير والشكر لحضراتكم، جزاكم الله خيرا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.